ومعنا من ماريلاند أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية دكتورة سحر خميس. دكتورة سحر، أهلا بك ومرحبا. هل بدنا نعرف الآن على وجه اليقين متى سيجتمع مجلس الشيوخ للبت في عزل ترامب ومساءلته، أم أن الأمر ما زال مسار أخذ ورد؟ شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل يوم تاريخي مشهود، المرة الأولى التي يحدث فيها عزل مرتين لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الشخصية الأهم الآن في المسرح بالفعل هي ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الذي قال في تطور يعني مهم الحقيقة أنه يعتقد أن الرئيس ترامب بالفعل ارتكب بعض المخالفات التي تستحق أن يعزل على خلفياتها، ولكنه في الوقت نفسه لم يستجيب لدعاوى الحزب الديمقراطي بمحاولة الإسراع بعملية تحويل ملف برمته إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ومحاولة البت قبل تنصيب جو بايدن وقبل مغادرة ترامب لمنصبه. ما زال يتمسك بموقفه وهو داعي إلى عقد أول جلسة بعد أن يكون الرئيس الجديد جو بايدن قد استلم الحكم بالفعل. وهنا طبعا هناك عدة تساؤلات وعدة أمور مطروحة على الساحة. عندما يتحول هذا الملف إلى مجلس الشيوخ، هل سيكون هناك بالفعل إمكانية أن يكون هناك الحصول على ثلثي مجلس الشيوخ للموافقة على الإدانة، ثم بعد ذلك الحصول على أغلبية للتأكد من أن هناك نوع من أنواع الإدانة لترامب تمنعه من مزاولة عمله مرة أخرى في الحقل السياسي أو في المجال السياسي أو حتى الترشح لانتخابات عام 2024؟ هي أسئلة هامة للغاية حقيقة. تبقى هذه الأسئلة تلوح في الأفق دكتورة سحر إذن، ولكن يعني هذا الجدل الدائر المستمر وعدم اليقين بشأن أمور عدة، إلى أي مدى يمكن أن تلقي بظلالها على الترتيبات التي تجرى الآن والاستعدادات لحفل التنصيب هذا الذي عادة ما ينظر إليه في الولايات المتحدة على أنه عرس ديمقراطي يعني تفخر به أمريكا بشكل عام أمام العالم؟ تأكيد مع الأسف الشديد، يعني بدل أن يكون لدينا أجواء احتفالية سعيدة ننتظر بشغف حفل التنصيب الرسمي، هو وقت سعيد للولايات المتحدة الأمريكية وللشعب الأمريكي، تحول الأمر الآن إلى صورة مختلفة تماما ومغيرة. هناك ترتيبات واستعدادات أمنية شديدة جدا ومشددة على خلفية تحذيرات شديدة من مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI أنه هناك بالفعل دعاوى للعنف والشغب مرة أخرى في كل الولايات الأمريكية وفي العاصمة الأمريكية واشنطن. هناك استدعاء ل20,000 من الحرس الوطني الناشونال جارد، يعتبر هذا العدد 3 أضعاف كل الجنود الأمريكيين الموجودين الآن في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا، فلك أن تتخيلي كل هذه الاستعدادات الأمنية. طبعا جو مشحون للغاية وفيه كثير من التوتر والقلق مع الأسف الشديد. دكتورة سحر، هنا في هذه الأثناء سمعنا من ترامب أخيرا في هذا الفيديو المصور تحدث فيه بشيء من الهدوء، دعا إلى الجميع إلى التزام الهدوء، كيف قرأت نبرته في هذا الخطاب؟ يعني لا أعتقد أن هذا الخطاب فيه أي نوع من أنواع الجدية أو المصداقية، فنحن نتذكر جيدا النغمة التي تبناها ترامب على مدى الشهور الماضية، تشكيكه في نتيجة الانتخابات، رفضه للانتقال السلمي للسلطة، رفضه بالاعتراف بجو بايدن كرئيس منتخب بشكل شرعي، الدعاوى الباطلة والمزيفة حول تزوير الانتخابات، حتى النغمة التصعيدية الخطيرة والمستفزة التي استخدمها في خطابه الذي أدى إلى تأجيج النيران وإلى خروج هذه الأعداد الكبيرة إلى الكونغرس الأمريكي وحدوث أعمال الشغب والعنف التي رأيناها. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأخذ بالجدية الموضوعية أن نقول أن هذا الرئيس فعلا جاد في خطاب التهدئة. كل ما في الأمر أن هناك بعض مستشاري وبعض المسؤولين في إدارته نصحوا أن يقوم بيعني إلقاء خطاب معين يحاول أن يبدو فيه في صورة أنه يسعى إلى مساعي التهدئة والقبول بالأمر الواقع ومحاولة يعني نشر رسالة فيها نوع من أنواع القبول بالانتقال السلمي للسلطة، ولكن كما يقولون it's too little too late، يعني القليل المتأخر. طب في ظل ما تبقى من أيام قليلة، هل يتوقع أن يعني يخرج علينا بمواقف ما مختلفة عن هذا الإطار الذي سمعناه؟
من الممكن جدا، لانه معروف عن ترامب انه رئيس شعبوي دائما يريد ان يؤجج القاعده الشعبيه للاسف التي تتبعه، والتي لا تخلو من عناصر متطرفه. كما نعلم هناك الوايت سوبريمست او اليمين المتطرف، هي عناصر خطيره للغايه، وهي التي تزعمت حركه الشغب والعنف التي رايناها الاسبوع الماضي في الكونغرس. طبعا نعلم الان اغلاق الحساب الخاص به على تويتر بشكل دائم، ايضا اغلاق حساباته على الفيسبوك وعلى انستغرام، ومؤخرا اليوم ايضا على سناب شات، وهي شرايين هامة كان يتواصل من خلالها مع القاعدة الشعبية الخاصة به. ولكن لا أستبعد أن يغير خطابه مرة أخرى إلى خطاب تأجيجي بعد أن تم عزله للمرة الثانية، فقد يكون هناك نبرة غضب ونبرة رفض ونبرة تصعيدية مرة أخرى. وقد تعودنا من ترامب على هذه المواقف المتعارضة والمتضاربة على مدى ال4 سنوات الماضية مع الأسف. أشكرك جزيل الشكر من ماريلاند، الأستاذة في جامعة ماريلاند الدكتورة سحر